بس رحب بالاستوديو بضيفي. اهلا وسهلا فيك استاذ ظافر ناصر، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي. صباح الخير. شكرا. رغم كل شيء استاذ ظافر، من يومين كنتوا حضرتك واستاذ وليد جنبلاط عند الرئيس بري عشيه حصول مجزره الضاحيه الجنوبيه. طبعا تحدث وليد جنبلاط عن التعازي، ولكن أنا بهمني أعرف ماذا حصل في داخل الاجتماع. كيف ناقشتم، شو ناقشتوا، كيف بدكم تواجهوا هذه الحرب يلي خلاص دخلنا فيها رسميا؟ شكرا سيد جوزفين، تحية لكل المشاهدين، ورح نضل يعني متمسكين بالأمل ومتمسكين بالغد رغم كل هذه العدوانية اللي عم بيشهدها البلد، عم بيشهدها كل لبنان، كل المناطق اللبنانية، وبالتالي كل اللبنانيين بطبيعة الحال. اللقاء اللي حصل عند الرئيس بري هو إجا بعد التفجيرين اللي حصلوا بالضاحية، وبعد الغارة اللي حصلت نهار الجمعة اللي استهدفت مجموعة قيادات من حزب الرضوان. والهدف الأساسي كان طبعا من الزيارة التعزية تأكيد التضامن والتجديد الاستعداد من قبلنا يعني للتعاون والتنسيق بالمرحلة المقبلة، لأنه إذا بدك يعني جوهر الاجتماع واللقاء كان في تقييم مشترك على أنه الأمور ذاهبة إلى ما هو أسوأ، وبالتالي كان في توقع كبير نتيجة هذا التقييم، نتيجة معطيات عديدة، نتيجة تطور الأمور ميدانيا، نتيجة تصاعد العدوانية الإسرائيلية بهالشكل اللي شفناه بالضاحية الأسبوع الماضي. نعم. كان في تقييم مشترك بصراحة بين الرئيس بري والرئيس وليد جنبلاط، كان في قلق مشترك على أنه الأمور واضح أنها ذاهبة بهذا الاتجاه، وبالتالي كان واضح القرار الإسرائيلي بالتصعيد، والواضح أكثر منه هو يعني الصمت الدولي أقله إذا لم يكن هناك قرار واضح بتغطية هذا العدوان. لكن مجرد أن يحصل هذا أو تشوفي هذا الصمت الكبير، نعم، هذا بيعني بمكان ما موافقة على شو الهدف؟ أنا بس بدي ناقشك بالهدف. هل الهدف التحليل؟ خليني لحقلك بس في اليوم شغلتين عم تنقال. أول هدف أنه اليوم إسرائيل تريد عودة المستوطنين إلى الشمال، وبالتالي تريد تطبيق 1701 ويعملوا الاتفاق ويرجع حزب الله إلى مخلف الليطاني. وإذا اتفقوا اليوم هلأ، إذا طلع حزب الله قال أنا أوافق على هذا الأمر، تنتهي هذا الحرب. وفي مسار تاني بيقول أنه نتنياهو لا يريد تدمير القدرة العسكرية لحزب الله. بدي اسمع معلوماتكم. خليني اقول لك، شوفي، لحدا يقول لك انه عنده معطى اكيد الاسرائيلي شو الهدف اللي رايد يحققه. انا وجاي على الاستديو تذكرت مساله حكاها يمكن عنكم بالاستديو الاستاذ رفيق نصر الله مره، عن انه بال81 شخصيه امريكيه خلال وجوده الاستاذ رفيق كان بعشا بابوظبي، وهو كان إعلامي موجود بوقتها بهديك الفترة عونيك، خلال عشاء دعا له السفير اللبناني. هالشخصية الأمريكية بال81 حكت عن سيناريو الاجتياح الإسرائيلي ب82 للبنان، وبكفي الأستاذ رفيق بيقول أنه أنا وقت جيت أطلعت قيادة الحركة الوطنية ومنظمة التحرير على هذا الأمر، وعندما بدأ الاجتياح طلبوني لأرجع عدلهم نفس الكلام القيادات الفلسطينية. نعم. بمعنى عم بستشهد بهالقصة لأقول أنه هذه العملية اللي عم بتصير اليوم، أولا مستحيل يكون والله هي إجت بنت ساعتها خلال هال 12 شهر بس أو بعد طوفان الأقصى. واضح بأنه في هناك بنك أهداف واسع محدد، بأي لحظة الإسرائيلي سيستثمر يعني محطة معينة حتى يشن هذا العدوان. الهدف المعلن بالنسبة له هو إعادة المستوطنين إلى الشمال، لكن برأيي المتواضع بأنه الهدف الأبعد والاستراتيجي بالنسبة له هو مش تدمير القدرة العسكرية بس لحزب الله، حتى إنهاء أي خطر ممكن أن يشكله أي طرف لبناني عسكريا على إسرائيل بالمستقبل، سواء حزب الله أو غير حزب الله. وهذا بذكرك ب82 بما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، مع فارق جوهري وأساسي بأنه منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن
يعني فصيلا لبنانيا مقاوما، كانت فصيل فلسطيني موجود على الأرض اللبنانية. اليوم حزب الله وباقي فصائل المقاومة اللبنانية هن أبناء هذا الشعب، وبالتالي اللي عم بيقاتل هو ابن جنوب وهو ابن مارون الراس وابن بنت جبيل. حتى لو بدي افترض أنا هذا الاحتمال الهدف الكبير والاستراتيجي إنهاء مسألة يعني تأثير حزب الله أو فعاليته العسكرية وبالتالي تهديده لأمن إسرائيل، لو كان هذا الهدف، هذا لن ينهي إرادة لا الجنوبيين ولا اللبنانيين بأنهم يبقوا على استعداد وكمان يتحينوا الفرص لحتى يرجعوا يبنوا أنفسهم من جديد إذا تحقق ذلك الهدف. نعم. لمقاومة إسرائيل. إنما الاحتمالين برأيي لحتى نلخص وردين. الاحتمالين وردين والاحتمالين قائمين. طبعا الاحتمال الثاني بيعني حرب يعني أطول مدى وأكثر فعالية وتأثير ودمار وإلى آخره. نعم. لأنه مسألة مش بهالبساطة اليوم أنت تقولي بدك تنهي حزب الله عسكريا أو تنهي قدراته أو تفككيه من الناحية العسكرية. يعني حماس المحاصرة بغزة اللي ما عندها خطوط الإمداد كما يجي، اللي ما عندها البنية لا العسكرية ولا التحتية ولا السلاح ولا نعم. فعالية يعني ولا السلاح الفعال الموجود اليوم عند حزب الله بشكل كبير، وسنة وبعد إسرائيل ما أنهت يعني عمليات المقاومة، ما بالك هون بلبنان. لكن المشهد ينذر بما هو للأسف أسوأ، يعني أسوأ وبما يعني؟ هو أخطر. شي بمعنى يعني؟ أنه يعني حل الدبلوماسي واضح أنه غير متاح. ليه؟ لا مفاوضات تجري اليوم بما يتعلق بجنوب لبنان. بس عفوا ليش الحل الدبلوماسي بطل متاح؟ حل اليوم واصل لدريان بكل الأحوال على لبنان، يبدو أنه الأمريكيين فشلوا بكل مساعيهم. هن بيقولوا أنه نتنياهو بده مصمم على هذه الحرب، وكمان بيقولوا أنه حزب الله مصمم على ربط المسارين بين جنوب لبنان وغزة. لذلك الحل الدبلوماسي غير متاح. لذلك يعني الحل أولا بالنسبة لحزب الله، خليني إذا اليوم بيطلع حزب الله بيقول انا فكيت مسار لبنان عن مسار غزة، شو برايك بصير؟ هذا ما بيعني هذا فيه يعني هذا ما يشبه الـ 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 الاستسلام بالمعركه. ما راح يعملها حزب الله. هذا ما يشبه الاستسلام. هذا ممكن يحصل باطار مفاوضات او نتيجه مفاوضات معينه، بس يطلع الان يقول انا فصلت الأمرين. أنا عم بحكي بتجرد، عم شوف المشهد كيف هو بالنسبة لحزب الله. حطي حالك محله. نعم. هاي المسألة منا بهالبساطة. النقطة الثانية، يمكن إذا انتهت بغزة بلحظة من اللحظات يصير حزب الله عنده هذه الفرصة وعنده هذا الهامش يقول أنه أنا طالما انتهت بغزة أنا ممكن أني انهيها بجنوب لبنان. لكن واضح أنه نتنياهو لا يريد أن حتى لو دمر غزة عن بكرة أبيها كلها سوا. نعم. لا يريد أن يقول أنها انتهت بغزة، لأنه ما بده إياها تنتهي واضح بجنوب لبنان. هذا يعني اللي عم بيقول أنه نتنياهو لا يريد للحرب أن تتوقف. فعلا لا يريد للحرب أن تتوقف، وهو يستثمر هالشهرين ثلاثة اللي هن انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل المجيء بإدارة أمريكية جديدة حتى يفعل ما يشاء. لأنه الإدارة الأمريكية الجديدة سواء كانت ديمقراطية أو كانت جمهورية رح يكون إلى آخر شيء موقف واضح، يعني بمعنى أنه إما أن تبقي هذا الغطاء مفتوح لإسرائيل بما يجري، أو توصل لمحل بدها تعمل تسوية، وهي الوحيدة القادرة على التسوية. على كل حال الرئيس بيري امبارح أو اليوم يمكن طلب من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح أن تتدخل لإنهاء هذا الأمر، لأنه لك الكلمة الفاصل بنهاية الموضوع. نعم. هلأ بنرجع نحكي بهذا الموضوع، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية سبق أن حاولت وإجا هوكسين أكثر من مرة، وهن بيقولوا أنه الرفض كان من لبنان، لأنه على الرغم من أنه حزب الله لا يريد توسيع هذه الحرب، إلا أنه حرب المساندة هذه وتمسكه بحرب المساندة أدى إلى توسيع الحرب. هلأ بدي أسألك، أنتوا شو حكيتوا مع وليد جنبلاط؟ مع الرئيس طبيح بري، وعلى شو اتفقتوا بالمرحلة المقبلة كيف راح تواجهوا هذه الحرب، يعني خصوصا انه لدريان جاي. بس زميلتنا ربيكا سمعان راح تنضم لنا مباشرة من البقاع، كمان في سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع. ربيكا تفضلي.
صحيح جوزيفين، يعني شن العدو الإسرائيلي منذ بعض الوقت 3 غارات جديدة استهدفت بلدة سحمر، وتحديدا خلينا نقول الغارة التي استهدفت مدخل سحمر الشمالي عند المستديرة المؤدية إلى قضاء رشية، وكذلك هناك غارات بين سحمر وبين يحمر، وفي غارة كمان استهدفت مستودع للسجاد، وفي المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك عدد من الإصابات. وخليني أقول أنه دائما الطيران الاستطلاع يحلق طيلة الوقت وبكثافة في سماء البقاع من شتورة وصولا إلى الهرمل، وكان قد استهدف منذ بعض الوقت العدو الإسرائيلي القرعون. وخليني أشير إلى الموقع يلي استهدفوا بالقرعون، وهو استهداف لغرفة كان يملكها حزب الله ولكن أخلاها منذ فترة، وتبعد 2 كيلومتر من سد القرعون، يعني هو يقترب قليلا شيئا فشيئا نحو الأماكن السكنية والبيوت السكنية هنا في البقاع. يعني سلسلة غارات يشنها العدو منذ بعض الوقت حتى الآن طالت أكثر شيء، يعني فينا نقول البقاع الغربي، جرود والبلدات وأطراف البلدات في القطاع الغربي أو في البقاع الغربي، وآخرها كان على بلدة سحمر. وكمان خلينا نقول إلى أنه مشغرة نالت أيضا، أو جبل مشغرة نال أيضا حصة من هذه الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، وبالإضافة إلى أطراف بلدة لبية كمان استهدفها العدو الإسرائيلي. يعني الآن الحصيلة ترتفع، حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب ترتفع، مثل ما عم نشوف بعدسة زميلي علي سالم أنه هلأ انخفضت سحب الدخان ولكن كانت ظاهرة وبادية واضحة في البقاع الغربي اللي ظاهر أمامنا على الشاشة. يعني آخر الاستهدافات كانت 3 غارات جديدة على بلدة سحمر، ومن بين هذه الغارات كان هناك غارة على مستودع للسجاد في هذه البلدة ونتج عنه عدد من الإصابات. وخليني أشير أيضا كما كل المناطق كمان البقاع تشهد حالة نزوح ولكن ليست بكثافة حالة النزوح التي شهدها الجنوب اللبناني. إذن هيدي هي الصورة حتى الآن، هيدي هي حصيلة الغارات الأخيرة التي استهدفها العدو الإسرائيلي، والغارات على قرى وبلدات البقاع. جوزيفين؟ نعم. كان هناك أيضا غارات على جرود الهرمل مثل ما ذكرنا، يلي أدت إلى استشهاد أحد الأشخاص المدنيين وإلى 6 إصابات، وهلأ ما فينا نحصي حتى الآن حصيلة الإصابات يلي وقعت بآخر استهداف للعدو على طبعا على بلدة سحمر وعلى المستودع، مستودع السجاد في هذه البلدة. طبعا نعم. نحن رح نكون معكم. نعم ريبيكا، شكرا لك بكل جديد بكل الغارات وكل. شكرا لك ريبيكا، سمعنا على هذه الرسالة. بدي أرجع لألك أستاذ ظافر، بهذا الاجتماع يعني كيف قررتوا تواجهوا هذه المرحلة؟ لأنه اليوم في مطالبات مثلا بنزول إلى مجلس النواب، كل النواب اليوم يعني مسؤولين عن مناقشة هذا الوضع، حالة الطوارئ، لبنان بحرب، كيف قررتوا تواجهوا؟ شوفي يعني طريقة التعاطي من قبل بعض بهذه اللي فيها شيء من ما بعرف شو بدي سميها صراحة، يعني أنا أوكي منطق الدولة، منطق القانون، منطق السيادة، منطق المؤسسات اللي هو آخر شيء لازم يرجع يكون عنا إياه فكرة أساسية كقوة سياسية نبني على أساسه دولتنا ومجتمعنا، لكن هذا الكلام هلأ بهالوقت يعني شو له معنى صراحة؟ شو له معنى مزايدة البعض بهذا المنطق؟ لا مزايدة وشوي صراحة، لأنه كلنا بنعرف إنه هاي حرب. بس ألا يحق لكل النواب اليوم إنه ينزلوا يمكن تناقشوا خطة طوارئ، يمكن تناقشوا خطة تعاون، لأنه كل القوى السياسية أستاذ ظافر طلعوا مواقف تضامنية مع المجازر الأخيرة اللي صارت. اللي عم بيطالب بهذا اللي عم بيحكي بهالمنطق عم نسمعهم كل يوم. أنا مش والله ضد هذا المنطق من الناحية النظرية، حلو كتير بجنن هذا الحكي ما في مثله، بس أنا
اللي عم بيطالب بهالحكي عم بيطالب ينزل على مجلس النواب ليناقش مسألة وقف الحرب، مش ليناقش كيف يتضامن هلأ مع أهل الجنوب. هذا الكلام الأساسي اللي طلع من البداية، أنه نحن الحرب حصلت بدون قرار دولي، فرط طرف سياسي بحرب، نحن لازم ننزل نناقش هذا الأمر بمجلس النواب. بشرفك إذا بينزل هذا النقاش هلأ على مجلس النواب، هذا السجال بيحصل بمجلس النواب بين النواب، وين بيصير وضع البلد كله سوا؟ وين بيصير؟ وين بيصير؟ يعني اللي وبعدين عم نتابع ونشوف بعض يعني الموتورين اللي عم بيشتغلوا على تغذية النعرات والتفرقة بين الفئات اللبنانية يعني؟ بهاي المرحلة في كتير من الإعلاميين واللي عم بيكتبوا والصحفيين اللي عم بيشتغلوا بهالقصة، وراهم قوى سياسية بالبلد وبعض وغير قوى سياسية. هذا مش وقته ولا رح يقدم ويأخر. بس لأقول شغلي يا جوزيفين، معلش، هذا موضوع يستحق النقاش، ما بيتقطع عنه بمعنى انه هو رأي سياسي للبعض وحقه يعطي الرأي السياسي اللي بده اياه، بس نحن يعني حدا غافل عنه انه هاي الحرب وهذا القرار عند حزب الله هو قرار مرتبط بحزب الله، هو اللي قرر وهو اللي عم بيخوض هاي الحرب. ما حدا يعني هذا الأمر ناكره لحدا، ولا إجا حزب الله قعد مع القوى السياسية واستشارهم وبعدين فات بالحرب أو ما فات بالحرب. ما هاي الحالة كلها سوا واعيينا. معلش نحن بالنسبة لنا، ما نحن أول ناس طرحنا، هلأ مش وقته هالكلام بس لنذكر البعض، أول ناس طرحنا بال2008 استراتيجية دفاعية لاستيعاب مسألة حزب الله وسلاحه بالدولة. لكن عم نحكي بلحظة نحن البلد واقع بالحرب، نرضينا أو مرضينا، مش تصريح نايب معتبر حاله ثوري وتغييري وتجديدي هلأ بيوقف الحرب بجنوب، ولا بس اسمحي لي، ولا تفاهة آخرين عذرا على الكلام هلأ بهالمرحلة بيوقف الحرب يعني بجنوب. يروح وضعهم شوي ياخذونا بحلمهم. ايه بس اليوم الا يحق للبنانيين من مكانه اليوم يقولوا كيف كل لبناني ممكن نوقف هذه الحرب؟ يا ستي هاي الحرب معش توقف غير بقرار دولي. حاجه يتفلسفوا وينظروا علينا. ليه حاجه ينظروا علينا؟ ليه ما بتوقف الا بقرار دولي هيدي الحرب؟ شو هاي حرب حدودها يعني صارت جنوب لبنان؟ انت برايك اسرائيل عم تعمل اللي عم تعمله بدون غطاء دولي كبير، بدون غطاء امريكي كبير؟ ما عاد توقف هاي الحرب بدون قرار دولي كبير. يعني انت يعني انت موافق على هذه الحرب بغطاء دولي للقضاء على الجناح العسكري لحزب الله؟ شوفي برجع بقول لك السيناريوين اللي تفضلتي فيهم بالبدايه مطروحين. قد الامور تكون حدودها مساله امن شمال فلسطين المحتله، بمعنى شمال يعني اسرائيل والمستوطنين، وقد تكون المساله اوسع من ذلك، وهيدي بعتقد بعد يعني 20-30 سنة لحتى نكتشف حقيقة الهدف الإسرائيلي وهل كان مخطط لهذا الأمر وهذا هو الهدف، والله أنه الأمور جرت بعضها ووصلنا إلى الهدف الاستراتيجي. بس أنا برجع للموضوع لحتى يعني مسألة عطول بنستخدم شعارات حقهم أو مش حقهم يعرفون، بلا حقهم يعرفون، واللبنانيين حقهم كمان يساهموا بتحديد مصيرهم لا شك، والدولة اللبنانية كمؤسسات. بس نتفق على فكرة الدولة أصلا، لأنه فيش اثنين بلبنان متفقين على الدولة شو هي، وفيش طرفين سياسيين بلبنان متفقين على شكل الدولة شو هي. فخلينا نروح نتعاطى مع هذا الواقع، وخذي نموذج دكتور جرادي بس. هلا بنحكي عن دكتور جرادي والكلام اللي حكاه معكم امبارح. هو نائب تغييري ونائب تجديدي، بس في روح وطني، في تفكير وطني، بس بتميزوا بين النواب التجديديين التغيير، بتميزوا بيناتهم انتم. يعني إذا حدا قال كنت عنزع مجلس النواب غير، بس بدي أنتقل لمجلس الوزراء. هلأ بنرجع نحكي نرجع مجلس الوزراء مع وزير الإعلام مكاري يلي عم يتلي مقررات الجلسة. والقضاء على كل المساحات الخضراء وفي كل الاتصالات التي نقوم بها ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول. وقال: نستكمل اليوم درس مشروع قانون الموازنة العامة على أمل الانتهاء منه لإحالته على مجلس النواب كما اتفقنا ضمن المهلة الدستورية،
وأننا في صدد استكمال البحث في التقديمات الاجتماعية المؤقتة في انتظار انتهاء البحث في مشروع القانون المتكامل الذي سنرسله إلى المجلس النيابي. لقد عقدت سلسلة اجتماعات في هذا الصدد خصوصا مع ممثلي العسكريين، وأكدنا لهم أن الحكومة لن تتأخر في تقديم ما أمكن من مساعدات لإدراكها التام لدقة الظرف الذي يعاني منه القطاع العام، ولكن لغة التصعيد والتهديد لا تفضي إلى حل. وقال في مناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية: نتقدم بالتهنئة من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو الأمير ولي العهد والشعب السعودي، ونتمنى للمملكة المزيد من الازدهار بحكمة خادم الحرمين ورؤية صاحب السمو ولي العهد، ونتمنى للمملكة كل الخير، ونؤكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة والتي نطمح إلى تعزيزها وصونها. إن لبنان يجد في المملكة سندا وعددا في كل الأوقات والظروف. وقد أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2025 بعد الأخذ ببعض ملاحظات الوزراء، كما وافق المجلس على مشروع مرسوم إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وفقا لما يلي: أولا، يضاف اعتبارا من 1/10 إلى التعويض الذي يتقاضاه كافة الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين تعويض شهري مؤقت يوازي ضعف الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي. 2. اعتبارا من 1/11 يضاف إلى الراتبين راتب إضافي، يعني صرنا 3 رواتب. اعتبارا من 1/12 يضاف إلى 3 رواتب راتب إضافي، منصير 4 رواتب. كما يعطوا جميع الموظفين مساعدة مالية مقطوعة وقدرها 10 ملايين ليرة عن شهر أيلول و10 ملايين ليرة عن شهر كانون الأول. أما بالنسبة لمشروع القانون فقد أوضح دولته أنه في حال لم يقر في نهاية العام 2024 فإن الحكومة تلتزم بإقرار العطاءات والإصلاحات الواردة فيه بشكل تدريجي بدءا من العام 25. وقد دعا رئيس الحكومة إلى جلسة طارئة لمناقشة الوضع عند الساعة 11 من قبل ظهر غد، ودعا دولته جميع الوزراء المقاطعين إلى المشاركة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، ويشارك رئيس الحكومة في هذه الأثناء في اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية بحضور ممثلي الوزارات والمنظمات الإنسانية للبحث في سبل الاستجابة للأعداد المتزايدة من النازحين من البلدات الجنوبية التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية اليوم. إذا نكتفي بهذا القدر من وزير الأعلام مقررات جلسة مجلس الوزراء، وننتقل مباشرة إلى زميلنا محمد فرحات. محمد، مجددا لعندك، هل الغارات لا زالت مستمرة على نفس الوتيرة؟ فعل جوزيفين، صدر في هذه اللحظات بيان عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة، أعلن فيه أن وفي حصيلة أولية أن الهجمات الإسرائيلية المتمادية على البلدات الجنوبية اللبنانية أدت إلى سقوط 50 شخص وإصابة أكثر من 300 جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون. إذن كما سبق وذكرنا جوزيفين، فأن حصيلة هذه الاعتداءات الإسرائيلية تصدر تباعا عن وزارة الصحة. في أول تعليق صادر عن وزارة الصحة أعلنت سقوط 50 شهيدا إضافة إلى أكثر من 300 جريح في حصيلة أولية، ومن بينهم نساء وأطفال ومسعفون. فنحن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا من الشهداء ومن الجرحى، وهذا الأمر يعني كنا قد يعني حذرنا منه وتطرقنا إليه خلال الرسائل الماضية، خصوصا أن الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي في حملته الأخيرة كانت قد استهدفت منازل وساحات للبلدات.
وساحات في العديد من البلدات ما أدى إلى سقوط شهداء. إذن حصيلة أولية 50 شهيدا وأكثر من 300 جريح حتى هذه اللحظة وسط استكمال لعمليات يعني رفع الأنقاض في بعض المنازل والدوريات المكثفة من قبل المسعفون في مختلف البلدات. مؤخرا جدد الطيران الحربي المعادي استهدافاته لبلدة الغازي حيث يعني أغار بثلاث صواريخ ونفذ ثلاثة غارات باتجاه بلدة الغازية، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة جرجوع. وبالتالي العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على البلدات الجنوبية اللبنانية بشكل واضح من المكان الذي نحن نتواجد فيه حاليا. يبدو أن دخان الغارات والاعتداءات الإسرائيلية غطى معظم أو جميع تقريبا كل أجواء الجنوب وكل البلدات الجنوبية، حتى أننا أصبح من الصعب علينا الآن أن نرى الجانب آخر من الحدود حيث مستوطنة المطلة وغيرها في الجليل الأعلى وأصبع الجليل. المقاومة كانت قد أعلنت منذ بعض الوقت أنه ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف مجاهدوها المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عمي عاد في مقابل صفت، إضافة إلى مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ. إذن للمرة الثانية على التوالي خلال الأيام الماضية تعلن المقاومة عن استهداف مجمعات الصناعية وشركات الصناعة التابعة لشركة رفائيل شمال حيفا في زوفولون، إضافة إلى استهداف قاعدة عمي عاد. وقد وثق المستوطنون الإسرائيليون مشاهد من سقوط هذه الصواريخ داخل الأراضي المحتلة إن كان مقابل طبرية وصفد أو حتى في شمال حيفا، حيث اندلعت الحرائق واشتعلت النيران في أكثر من مكان. إذن بدأت تتوضح صورة الغارات الإسرائيلية الأخيرة وحملة الغارات الأخيرة على البلدات الجنوبية اللبنانية، حصيلة أولية أكدتها وزارة الصحة سقوط 50 شهيدا وأكثر من 300 جريح بينهم نساء وأطفال ومسعفون، وأعمال الإسعاف ونقل الجرحى لا تزال مستمرة، خصوصا أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف الطيران الحربي نسمعه بشكل واضح الآن. وبالتالي من الممكن أن نشهد خلال الدقائق المقبلة على مزيد من الغارات المعادية باتجاه مختلف البلدات الجنوبية اللبنانية. جوزفين، شكرا لك محمد فرحات. من عندك مباشرة أيضا إلى زميلتنا جسانت عنتر من صور يلي كمان رح توافينا بالمستجدات. جسانت، المشاهدين، انخفضت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في هذه اللحظة بشكل يعني جزئي على المناطق. نستطيع أن نرى غارة الآن على المنطقة المحيطة، فعلا يعني كنا نتحدث عن انخفاض في الوتيرة، ولكن العدو الإسرائيلي لا يزال ينفذ غارات. غارة أخرى نستطيع أن نسمع صوتها هنا في أرجاء صور وفي المناطق المحيطة لصور، والتي شهدت أعداد كبيرة من الغارات خلال ساعات النهار ومنذ أكثر من ساعتين. سلام، هني غارة على محيط صور. نعم، يعني الوتيرة انخفضت ولكن لا يزال العدو الإسرائيلي يقوم أو ينفذ اعتداءات على مختلف البلدات والقرى الجنوبية وتحديدا في قضاء صور. نحن نشهد أيضا على حالة كثيفة من النزوح، نزوح لسكان هذه المناطق، ولكن سيارات الإسعاف تطلب من المواطنين إلى إفساح المجال لوصولها إلى أماكن الاستهداف في صور الوصول إلى المواطنين، وأيضا سيارات الدفاع المدني تطلب من المواطنين بإفساح المجال أمام وصولها إلى أماكن الاستهدافات، خصوصا أن الحرائق لا تزال مندلعة في أرجاء صور وفي الجبال والوديان وأيضا في المناطق السكنية المختلفة. الواضح أن همجية العدو الإسرائيلي باستهدافه مختلف القرى والبلدات الجنوبية باتت واضحة بشكل تام. هناك
استهداف لمنازل، هناك استهداف لأحياء سكنية لقرى وبلدات في العمق الجنوبي من صور وصولا إلى صيدا وصولا إلى جزين وغيرها من البلدات الجنوبية. طبعا طائرات الاستطلاع الإسرائيلي لا تفارق سماء الجنوب ولا سيما منطقة صور والمناطق الحدودية. في بعض الأحيان نستطيع أن نسمع الطيران الحربي يحلق فوق صور. فعلا هذه الاستهدافات العنيفة الأولى من نوعها منذ بداية 7 أكتوبر حدثت اليوم في مختلف القرى الجنوبية. فعلا تحدث زميلي عن أعداد الجرحى وأعداد الشهداء، هي مرتفعة جدا نسبة لأن الاعتداءات الإسرائيلية كانت تتم بمختلف القرى والمناطق الجنوبية وتحديدا في قرى وبلدات مكتظة بالسكان. نحن نتحدث عن همجية إسرائيلية، نتحدث عن اعتداءات كبيرة، وهذا دليل واضح على تخبط الداخل الإسرائيلي، خصوصا أن حزب الله في الأيام الماضية لم يتوانى عن استهداف مواقع وسكنات في الشمال، وأصبحت حيفا، منطقة حيفا وهي من إحدى المدن المهمة بالنسبة للعدو الإسرائيلي بمرمى وبأهداف حزب الله. يعني سأترك الصورة تتحدث هنا من منطقة صور وفي القطاع الغربي عن سحب الدخان التي لا تزال ترتفع في هذه المناطق، وأيضا إضافة إلى ذلك الحزام الناري الذي يلف قضاء صور والذي أيضا استهدف العدو الإسرائيلي من خلال غاراته ومن خلال طائراته المسيرة ومقاتلاته مختلفة في النبطية أيضا وفي مختلف الأقضية. طبعا حركة نزوح كثيفة نستطيع أن نشهدها في قضاء صور وتحديدا في مدينة صور، ولكن كما ذكرت سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني تطلب من المواطنين إفساح المجال أمامها للوصول إلى الأماكن المستهدفة. هذا الهدوء الحذر أو هذا الهدوء الذي تعترضه بعض الغارات الإسرائيلية يخيم على هذه المنطقة وعلى هذه البلدات الجنوبية. فعلا نتحدث عن همجية إسرائيلية كبيرة من هذه النقطة، ويتوازى ذلك مع أعداد كبيرة من الجرحى والمواطنين الذين نقلوا إلى مختلف مستشفيات الأقضية الجنوبية. لغاية الآن هذه الصورة من هنا جوزيفين. طبعا سنبقى في مراقبة حثيثة للجبهة الجنوبية، خصوصا أنه من المتوقع في الساعات المقبلة أن ترد المقاومة الإسلامية على كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية. طبعا نحن ننتظر البيانات وننتظر ما ستؤول إليه الساعات المقبلة. نعم جاسانت، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. أنت وكل يعني زملائنا اللي على الأرض. بدي أسألك شغل، سمعتك عم تحكي على التليفون هلأ، إجيك تليفون من رئيس الحزب التقدم الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط عم تحدثوا فيه، عفوا انه عم بس انه هو شيء مش سر، يعني عم يسألك عن التجهيزات للنزوح، لحالات النزوح. انتوا هلا بلشتوا تجهزوا، اسمهم مجهزين اصلا يعني، بس بلشتوا تستقبلوا؟ خليني اقول، بلش من امبارح المساء يوصل نازحين على الجبل. يعني في جزء من الجهد مبذول خلال الفتره الماضيه كلها، مساله المسح للمدارس للاماكن اللي ممكن انها تقوي نازحين. طبعا بس تبلش الحركة يعني هيك بشكل مفاجئ، حركة النزوح بدك تلبي الناس مثل ما بيقولوا بالإمكانات المتوفرة بلحظتها، واستنفروا الشباب المعنيين يعني بالحزب المسؤولين على الأرض مسؤولين المناطق من امبارح. الرئيس وليد جنبلاط استاذ تيمور جنبلاط يعني من الصباح الباكر عم بيتابعوا، يعني أجرى الرئيس وليد جنبلاط عدة اتصالات مع كل المعنيين، مع وزير التربية، مع الوزير ياسين كرمال مسألة لجنة الطوارئ ومسألة المدارس، ويعني متابعة لمن يتولى داخليا عندنا توزيع المهام بالتواصل والاتصال مع كل المعنيين لمتابعة تأمين ما يلزم. طبعا في دور أساسي على الدولة بهذا الإطار، سواء لجنة الطوارئ أو الهيئة العليا للإغاثة، بأنه هي تلبي
نحن جاهزين على الأرض بكل ما نستطيع بصراحة بكل ما نستطيع. أنتوا مش أنتوا سبقوا بلشتوا من أشهر إنه تنسقوا في لجان مشتركة بالمنطقة صحيح تنسقوا بالمنطقة حتى بالإقليم تحضيرا لهذه الآن اللحظة. الآن اللي بلش يصير مطلوب هلأ هي الحاجيات لوازم النزوح يعني. نعم. عندك من الفرشة إلى المخدة إلى الحرام للأكل للشرب لأدوات التنظيف. عندنا يعني مؤسسة فرح حاولت ليلة أمس واليوم إنها تلبي يعني ما هو مطلوب طارئ، لكن نعم. الهم الأساسي إذا صح التعبير أو العبء الأساسي هو على الدولة ولجنة الطوارئ، والصليب الأحمر ساعد بشيء هلأ مباشر كمان على الجبل بما يتعلق بالفرش. بس تحكوا عن المنطقة يعني المنطقة الجبل كله انت يعني بالامس اللي وصلوا لك اللي وصل امبارح استوعبوا نازحين لك لا يستوعب عدد كبير يعني يعني كذا 10,000 شخص بيستوعب الجبل. نعم. عم نحكي كمدارس يعني مقارنه مدارس. مع 2006 معروفة القدرة على الاستيعاب إذا حصل نزوح كبير مثل كبير. 2006 هلأ عم تشوف يعني للأسف بس العيال كلها عم تنزل هلأ من الجنوب صحيح يعني صحيح من سور يعني والناس بصراحة كمان يعني بالإضافة لمسؤولين الحزب الناس على الأرض لبت بالمباشر امبارح بمساعدة بعض النازحين. في جزء عم بيستأجر عنده إمكانية عم بيقدر عم يستأجر شقق. نعم. نعم. بس يعني فينا نقول انه المدارس اليوم يلي عم بتحضروها بكل الجبل بلشنا من الصبح. لا اعطيكي فكرة بس بلشنا يعني مع وزير التربية استوعب 10,000 عطى اكتر من 10,000 شخص يعني بعتقد يتجاوز الامكانية بالجبل يعني بتخيل تتجاوز 50-60,000 اذا مني غلطان 50-60,000 نازح يعني بكل الجبل من اقليم الخروب بعتقد للمتن اذا رقمي دقيق بس انه مش اقل من هيك يعني بعتقد. نعم. عم تحكي انت بكل المدارس مش بس المدارس الرسمية عندك مدارس عندك قاعات عندك يعني مدارس خاصة كله هذا بال2006 كله يعني استخدم لحتى اللي استوعبت الناس مثل بكل المناطق بطبيعة الحال. لكن اللي بلشنا فيه من اليوم الصبح يعني مع معالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي هو المدارس الغير مستخدمة. في مدارس منا عاملة يعني هي ما فيها تلاميذ ولا عم تستخدم يعني بلشنا يعني تحضروا هيدي لاستقبال 100% وبلش يجي عليها ناس يعني عم بعطيكي مثلا مرستي بعدران سر جبال دير بابا هاو 3-4 ضيع بشوف فيهم مدارس غير مستخدمة مباشرة أخذنا موافقة معالي الوزير على أنه تفتح وتجهز ونزلوا الشباب يعني يعطيهم العافية على الأرض دغري لتنظيفها وتأهيلها وإلى آخره يعني واضح انه طبعا اهم يمكن اهم شيء هلا ممكن انه نواجه فيه هذه الازمه الكبيره هو التضامن الوطني لانه من دون هذا التضامن يعني نحن اصلا بغض النظر عن النقاش السياسي اكيد يعني التضامن الوطني واجب و مش ممكن انه ما يكون بهيك ظرف هالقد صعب بالعودة إلى السياسة. كنت عم بسألك عن لقاء وليد جنبلاط مع الرئيس بري شو صار بهذا اللقاء كيف هل مثلا ناقشت لأنه أنت كنت حاضر ناقشته كيف ممكن الخروج من هذه الحرب أو لا أو كيف يمكن التعامل معها خبرني شوي. شوفي اللي كان يعني خبرتك عن جزئين أساسيين لهم علاقة بجانب التعزية والتضامن والجانب التقييم للموقف يعني والقلق المشترك اللي كان برجع بقلك كان متوقع هذا طيب. المشهد باللقاء نتيجة التقييم ونتيجة المعطى بأنه الإسرائيلي يريد لهذه الحرب أن تستمر وأن تتوسع. طيب. المواجهة هي يعني كمان مدار يعني سواء باللقاء أو على المستوى العام سواء حتى مع رئيس الحكومة ليس فقط مع الرئيس بري. أنت عندك جانبين لتواجهي. عندك جانب التضامن الوطني الداخلي. نعم. قدر الإمكان المؤسسات
وشفنا المؤسسات الصحية الأسبوع الماضي قامت يعني بعمل جبار وكبير جدا. نعم. بمتابعة وزارة الصحة والحكومة اللبنانية. ثانيا خليني هون مرق شغلي بس بالإذن على السريع على السريع ما رح طول عليك. اللي عم بيحكوا عن الدولة، الدولة يعني رغم كل وضع الحكومة اللبنانية لكن الرئيس الحكومي والوزراء اللي معه الاسم الأكبر منهم عم يبلوا بلاء حسنا بما تمكن وتيسر لهم من إمكانيات، لنكون كمان واقعيين وموضوعيين ومنصفين بنفس ال... نعم. بنفس الوقت. تاني بند تاني بند اللي له علاقة كان تعرفي كان ليلتها رح يعقد جلسة لمجلس الأمن. كان في كلام إذا بيروح رئيس الحكومة أو ما بيروح، وبعتقد ما عاد راح لعدة أسباب. المطلوب أنه الحكومة اللبنانية هذا يعني والجهد اللي بذل الرئيس مئاتي وزير الخارجية أن يكون هناك جهد دبلوماسي معين قدر قدر الإمكان مع يعني الدول المؤثرة والمعنية. لكن برجع بقلك برجع بقلك واضح القرار الإسرائيلي. إسرائيلي واضح، بس أنا بدي أحكي عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأنه كمان مرتبطة بزيارة لودريان على لبنان. على نقطة سريعة كمان ايه؟ بس ربطا بالنقاش اللي كنا عم بس عن بعض النواب اللي عم بيطالبوا ب عطيت مثل دكتور جرادي وهو نائب تغييري. نعم. كمان دكتور ملحم خلف وهو نائب تغييري كمان عمل موقف يعني متميز بنزلته على الأرض وبمطالبته بمحاكمة دولية واعتبرها جريمة ما حصل بالضاحي وإلى آخره. هون كمان معنيين نميز نحن الظرف عن الشعارات الحلوة كتير واللي كلنا بنؤمن فيها ومتمسكين. أستاذ عماد كريدية بده ينضم لي، مدير عام هيئة أوجيرو. صباح الخير أستاذ عماد. صباح الخير لك وللمشاهدين والحضور عندك. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد. ما بعرف إذا فينا نمرق هلأ الصورة أو الاتصال اللي صار، لأنه تم تسجيل اتصال من رقم 04 يعني من داخل لبنان عم يتلقوا أهالي الجنوب للتحذير برسالة تحذيرية. طبعاً هو اختراق إسرائيلي برسائل تحذيرية للخروج من منازلهم إذا كانوا قريبين من مواقع لحزب الله. بدي أسمع منك هذا الرد، رد حضرتك إذا كانت الشبكة قد اخترقت من الإسرائيلي، بس خليني أسمع أنا وياك هذه الرسالة ومنعلق عليها لو سمحت بثواني. ضربات الاتساع الإسرائيلي مستمرة، إذا كنتم تتواجدون في مبنى يستخدم أيضا من قبل حزب الله أو بالقرب منه عليكم الخروج من القرية والابتعاد لمسافة 1000 متر بشكل فوري حتى تلقي رسالة جديدة. كل من يتواجد إذا هذه الرسالة إذا منشوف الرقم أستاذ عماد هو 04 يعني كأنه رقم أرضي لبناني. تفضل. هلا اول شيء اليوم هيدا المطلوب منها الرساله هو خلق حاله من الفوضى وعدم الاستقرار بالبلد، وهذا عم نشوفه اليوم كان بالاكسات الاساسيه اللي جاي من الجنوب على بيروت او مناطق تانية. والكلام عن اختراق صراحه منه بمكانه الطبيعي، لانه سبق انه العدو الاسرائيلي استعمل هالطريقه بال2006 وبعدين بعده مراحل. اليوم الاتصال اللي عم يجي هو عم يجي عن طريق انترناشنال كارير. طبعا نحن 972 رقم الكيان الصهيوني ما بيقطع بسيستمات هيئة أوجيرو ولا وزارة الاتصالات، بيعتمد على انه يعمل شيء اسمه ماسكينج للرقم، بيمرق عن طريق انترناشنال كارير وبيعمل نوع من البرودكاست، يعني كم كبير من الاتصال بيطلعوا بنفس الوقت وبيطرقوا بيمرقوا بنظامنا على اساس انه هني قادمين من بلدين صديقة اللي السيستم بيتعرف على الانترناشنال كود تبعهم وبيوصلوا على الديستنيشن. هلأ نحن قدرنا بهيئة أوجيرو نحدد انه تقريبا ما يقارب 80,000 اتصال صاروا من عبكرة لليوم، وحددنا مين الانترناشنال كارير اللي قطع عبره هالكم من الاتصالات، وتعمل الفرق الفنية بهيئة أوجيرو على وقف كل المكالمات اللي صادرة عن طريق هالكارير عبال ما نحن نرسل لهم رولز وقواعد جديدة للاتصالات اللي هي باتجاه لبنان. فما فينا نحكي عن 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 خرق للشبكة لأنه الاتصال جاي من الخارج، الرقم مغير
بطبيعة الحال اللي عم بيشوف اللي عم يستلم هالرسالة عن طريق الموبايل بيشوف رقم 04، ولكن هالصفر 04 معمل اتصال داخلي. يعني القصة كلها عملية تمويه، والهدف منها خلق حالة مثل فوضى كبيرة مثل اللي نحن عم نشوفها على الطرقات اللبنانية اليوم. نعم. فلا أنا برجع بأكد أنه ما صار في خرق لنظام الاتصالات بلبنان أبدا، ولكن تحايل على نظام منع الأرقام اللي بتطلع من الكيان الإسرائيلي. طيب وكيف ممكن يعني معالجة هذا الأمر أو منع حصوله مجددا؟ هل في إمكانية تقنية وبعدين حصل في اجتماع بينك وبين وزير الإعلام ناقشت وزير الاتصالات عفوا ناقشتم هذا الموضوع أو شو السبل التقنية؟ لأن احنا ما بنعرف هلا المواطن اللي بيجي تليفون مثلا بده يرد. أول شيء اليوم المواطن ما في يعمل شيء غير ما يأخذ الاتصال. نعم. برجع وبقلك بكرر إنه هيدا الموضوع عم بيصير خارج الأراضي اللبنانية، والاتصال عم يجي عبر السنترالات تبع وزارة الاتصالات وهيئة أجيرو على أساس إنه هو طالع من بلد صديق. هلا اللي عملناه اليوم حددنا من وين عن طريق مين الناقل الكلمات، صرنا المكالمات صرنا عارفينه، وأخذنا القرار بتوقيف كل هالاي بي بيست اللي عم تجي عن طريق النظام السنتراليت الجديد اللي احنا مركبينه اللي عم يحمل لغايه اليوم 20% من المشتركين الشبكه بلبنان. فهدول الترانكات حتوقف بمحاوله لانه نعمل فورسينج للاتصال يجي عن طريق السنتراليت القديمه اللي بنسميها نحن التي دي ام، اللي منا بهالسهوله ممكن تقطع المكالمات لتوصل للمشترك النهائي. هلا ممكن يصير في عرقلة لأنه بالنهاية لما عم نوقف خط عم يجي من خلاله اتصالات دولية ممكن يصير في شوية إرباك لأنه في ناس ما هتقدر تستلم اتصالات عادية، ولكن هيدا الحل الأمثل اليوم عبال ما نحن نبعث سكريبتات جديدة للكارير ليطبقوها عندهم لتمنع العدو الإسرائيلي من تكرار هذا الموضوع. نعم. بطبيعة الحال ما في شيء اسمه 100% ضماني إنه الحالة ما تتكرر، ولكن نحن علينا متابعة هذا الموضوع، وكل ما بنكتشف مصدر للاتصال بدنا نجي نوقفه. بس إنه حل جذري لهذا الموضوع ما فيني أكد لك إنه هذا الشيء منه متاح. نعم. عند وزارة الاتصالات. نعم. شكرا لك استاذ عماد كريدي على هذه المداخلة، شكرا لك على هذا التوضيح. يعني ما فينا نقول إلا للناس انه اذا اجاكم هيك اتصال انه فيكم تردوا، لانه هن بطبيعة الحال ما رح يعرفوا انه هذا الاتصال هو يعني اتصال اسرائيلي، ولكن عند ورود هذه الرسالة يعني فيكم تعرفوا دغري، لانه هي رسالة مسجلة يعني ممكن يسكروا الخط دغري. شكرا لك استاذ عماد كريدي على هذه المداخلة، وطبعا نحن رح نتابع معك في هذه الظروف الصعبة جدا شو رح يصير، واذا العدو الاسرائيلي استخدم ايضا وسائل اتصال مختلفة للتواصل مع اللبنانيين برسائل مماثلة. شكرا لك مدير عام هيئة أجيرو عماد كريدي، اهلا وسهلا فيك دائما. استاذ ظافر، كنا عم نحكي قبل لما ناخد الاتصال، اذا كنتوا عم تحكوا يعني في هذا الاجتماع مع الرئيس بري لكيفية مواجهة هذه الحرب. بنعرف انه استاذ وليد جنبلاط صار له فترة اشهر عم بيحذر من الوصول الى هذا المكان، وايضا يعني كمان الرئيس بري امبارح قال الاتي اعظم. شو ممكن يكون الأفق يلي يعني كيف ممكن تنتهي هذه الحرب؟ كلهم عم بيقولوا ناطرين الانتخابات الأمريكية، هل نحن قادرين نستمر هيك أو أنه نتعرض لكل هذا العدوان الإسرائيلي؟ نتنياهو عم يستفيد من هذا الوقت قبل الانتخابات الأمريكية، وعم بي يعني عم بي عنده لائحة أهداف عم بيسجلها. بس خليني انتقل لمحمد فرحات، لأنه كمان سلسلة غارات متتالية عادت إلى هناك. محمد،
صحيح جوزفين، يعني طبعا أن عدسة الكاميرا لا يمكن أن تلتقط هذه الغارات، ولكن منذ دقائق من الآن أعاد الطيران الحربي المعادي غاراته واستهدافاته للبلدات الجنوبية وتحديدا في الداخل الجنوبي في قضائي النبطية وأيضا قضاء صيدا، حيث شنت سلسلة غارات وخلقت ما يشبه حزاما ناريا فوق أو في بلدات كوثرية السياد، بلدة الشرقية، بلدة النميرية وأطراف الدوير وزفتة، كل هذه البلدات تقع في قضاء النبطية وقد شهدت سحب الدخان وهي ترتفع بشكل واضح. كذلك أيضا جرى استهداف في بلدة السكسكية إضافة إلى غارة في بلدة عيترون عفوا، وكان قد سبقه بعض الغارات على بلدة شباع. وبالتالي نحن نتحدث عن غارات جديدة وعن سلسلة غارات جديدة استهدفت العديد من البلدات في قضاء النبطية وبعض البلدات الأخرى في قضاء عيترون. يمكن أن نقول أيضا أن الحصيلة التي نشرتها وزارة الصحة مرجحة للارتفاع بشكل واضح خلال الدقائق المقبلة. أيضا يبدو أن هناك غارة جديدة عند الطريق التي تربط بين مصيلح والبلدات المجاورة، علما أن هذه الطرقات كانت تشهد خلال الساعات الماضية حركة سيارات كثيفة خصوصا من المواطنين الذين قرروا ترك منازلهم باتجاه منازل أو باتجاه مناطق أكثر أمانا في الداخل الجنوبي. وبالتالي أيضا بعض البلدات توجه نداءات لسيارات الإسعاف بضرورة التوجه إليها، خصوصا أن السيارات الإسعاف والفرق الطبية التي كانت تتواجد داخل هذه البلدات في العديد من البلدات عملت على نقل الإصابات، ولكن مع تجدد الغارات أصبحت هذه البلدات تطلب إسعافات بشكل عاجل لضرورة التوجه إليها، وذلك بسبب تجدد الغارات. على سبيل المثال بلدة السرفاند التي تطلب الآن توجه. نعم محمد، بعض البلدات تطلب أن سيارات إسعاف. سأعود إليكم في هذه اللحظات على أن نقول أن نعود بعد قليل. نعم محمد شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا نحن رح نضل معكم على الأرض بهذه التغطية المباشرة لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني، على كامل قرى الجنوب اللبناني من الحدود وصولا إلى صيدا والغزية والزهراني. هلأ كمان والبقاع أستاذ ظافر عم تقلي أنه يعني عندكم بالبقاع في استهدافات، فيك تخبرني لأنه كنت عم تحكي على التليفون. للأسف يعني بالغارة اللي طالت بلدة سحمر هلأ عرفت أنه تصاوب شخصين من ضيعتي، وفي استهداف لمنزل بين مشغرة وعين التيني. يعني ما بعرف هالاستهدافات يعني، والشخص اللي تصاوب من ضيعتي كان بشغله بمعمله يعني. نعم. واضح انه مثل العادي يعني ما في تمييز لا بين الموقع العسكري ولا بين المدنيين ولا، وبالتالي هاي العدوانية نعم اخدي مداها حتى الاخر للأسف. هذا هو يعني هذا هو اللي بخوف يعني، لأنه شفنا نتنياهو وشفنا العدوان الإسرائيلي على غزة لم يرحم لا كبير ولا صغير، وشفنا المجازر الإسرائيلية بغزة. بس بكل الأحوال يعني حتى ما بدنا نهول، ولكن نحن دخلنا هذه الحرب، دخلنا الحرب عنا ببيروت بتتوقع الأسوأ. نعم شو يعني بدها تتوقع الأسوأ؟ يعني معقول نتنياهو ينفذ نفس السيناريو في غزة في لبنان؟ يعني هل برأيك هذا مستبعد؟ لا مش مستبعد. مستبعد بهالموجة اللي عم نشوفها اليوم، وكل يوم عم بتكون الأمور أقوى من اليوم اللي قبله، وبالتالي بدك ممكن تتوقعي كل شيء. طيب هلأ برجع بنحكي أنه شو ممكن يعمل حزب الله بهذه الحالة؟ شو صراحة ممكن يعمل؟ يعني شو ممكن امبارح سمعنا كلام حتى النائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بعد كلام السيد نصر الله أكد على نفس وهذه إجت بعد ضربة الجمعة. نعم. يعني كلام السيد نصر الله إجى الخميس بعد تفجيرين البيجرز واللاسلكي، و ك
كلام الشيخ نعيم قاسم اجى بعد ضربة تأكيد على انه لفك ارتباط بين جبهة لبنان وجبهة غزة، وبالتالي والإسرائيلي واضح بانه يعني التصعيد اخذ قرار نهائي بانه التصعيد سيكون في اقصى. انت بهذه الحلقة دخل لبنان المرحلة يعني صعبة من الحرب، نعم، وفي مراحل أصعب بطبيعة الحال. ما بعرف شو المعجزة الدبلوماسية اللي ممكن هذا اللي بدي أحكي هذا هلأ الأمر، بس بعد لكن شوي. لكن لا يبدو أنه في أفق دبلوماسي قبل فرض وقائع عسكرية معينة، وبالتالي هذا الأمر بدك تشوفي الإسرائيلي شو ممكن يفرض من وقائع عسكرية، وحزب الله شو ممكن أنه يعني يواجه هذه المحاولة الإسرائيلية، وبالتالي كمان يفرض وقائع مقابلة، لأنه شفنا بعد ضربة الجمعة حزب الله عمل رد طال حيفا يعني هل حزب الله لديه إذا صح التعبير الأوراق عسكرية تستطيع أن تبقي توازن ما مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي يكون بعد شوي يبقى في توازن حتى بلحظة التفاوض؟ صراحة ما بعرف، هذا متروك للميدان. نعم، أدرى في أهل يلا هلأ كمان بدنا نحكي عن الجمعية العمومية، بس خليني أقول أنه وصلنا من النبطية يسجل منذ الساعة 11:30 وحتى الآن حركة غير مسبوقة لسيارات الإسعاف لمختلف الجمعيات والهيئات الصحية على طول الطرقات العامة في بلدات وقرى النبطية، وهي تنقل عشرات الإصابات جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة، وتسمع زمامير الخطر وهي تجوب الطرق. صوت عم يطلع. وفي وقت تغطي سحابات الدخان الكثيف معظم البلدات والناتجة عن عشرات الغارات الجوية التي استهدفت تلك المناطق، نحن نتمنى السلامة للجميع، لأنه يعني الوضع صعب جدا، وإن شاء الله أنه ما يكون في كتير إصابات من وراء كل هذه الغارات. بدي أنتقل لزميلتنا روبا الفرن يلي رح تنقلنا حركة السير في بيروت. روبا روبا نعم تفضلي روبا، كيف تبدو حركة السير وحركة يعني الحياة في بيروت؟ أكيد تأثرت لأنه الواضح أنه في من الأوتوستراد من الجنوب إلى بيروت اليوم الناس والنازحين يتوجهون أعتقد إلى بيروت. تفضلي. بطبيعة الحال يعني بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مختلف المناطق في الجنوب بدأنا نشهد حركة نزوح كثيفة من الجنوب باتجاه الشمال وبيروت، بحسب ما نرى بعدسة الزميل هادي درويش فحركة المرور جدا كثيفة على أوتوستراد الأسد باتجاه سليم إسلام، الكثير من العائلات نزحت بشكل عاجل ومن دون تخطيط مسبق، مما اضطروا لحمل الضروريات فقط كالملابس الأغطية وبعض المواد الغذائية البسيطة. حركة النزوح يعني جزافين كثيفة من الجنوب باتجاه بيروت تعكس حجم المعاناة والخوف الذي يعيشه السكان جراء الغارات الإسرائيلية. يعني العديد صعبة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية. يعني بطبيعة الحال جوزفين هذا هو المشهد هنا من نعم الصوت مش كتير واضح يا ربا، ولكن الصورة واضحة، الصورة وهي صورة الطريق يلي مؤدي إلى بيروت مؤدي إلى جسر سليم إسلام، وواضح أنه حركة السير الكثيفة إلى بيروت جاسانت مباشرة كمان من سور جاسانت. تفضلي جوزفين، جولة جديدة من الاستهدافات ومن الغارات الإسرائيلية هنا في محيط صور وتحديدا في المناطق في هذا القضاء، كما يمكننا رؤية سحب الدخان ترتفع غارات جديدة نستطيع رؤيتها في قضاء صور فعلا، وفي هذه الأثناء يتصاعد الدخان غارة جديدة
في قضاء صور. الواضح أن جولة من الغارات الجديدة ينفذها العدو الإسرائيلي على قضاء صور وعلى المناطق المجاورة لمدينة صور، هذه المدينة التي تشهد في هذه الأثناء طبعا حالة من النزوح إلى مختلف المناطق إلى مناطق أأمن. الاستهدافات الإسرائيلية كما نستطيع أن نرى هي تختلف بين استهداف أحراج في هذه الأثناء وأيضا استهداف مناطق مأهولة وسكنية. سحب الدخان ترتفع بهذه المناطق، وسيارات الإسعاف كانت قد هلعت إلى أماكن عدة لإخماد الحرائق، وطبعا سيارات الدفاع المدني لإخماد الحرائق وسيارات الإسعاف لانتشال المواطنين المستهدفين من قبل هذه الغارات. أيضا يعني وصل القصف الإسرائيلي إلى صيدا وتحديدا إلى طرقات في صيدا، لا سيما في المصيلح والسكسكية أيضا الغزية والصرفند. غارة جديدة نستطيع أن نراها بعدسة الزميل سلام يونس. هذه الغارات تنفذها مسيرات العدو الإسرائيلي ومقاتلات العدو الإسرائيلي، ونستطيع أيضا أن نسمع في هذه الأوقات تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة صور بظل هذه الغارات. لم تتوقف الغارات منذ أكثر من ساعتين ونصف جوزيفين في هذه المناطق الجنوبية، وما زلنا نشاهد سحب الدخان ترتفع مع أصوات لسيارات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء، لا سيما في صور. أيضا غارة جديدة في هذه الأثناء في المحيط. عدد الغارات المرتفع الذي ينفذه العدو الإسرائيلي، لا نستطيع أن نحصي المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي، لا سيما البلدات ووسط هذه البلدات والطرقات والأوتوسترادات. فعلا جنون إسرائيلي على البلدات الجنوبية. هناك غارة نفذها العدو الإسرائيلي على أطراف حبوش منذ بعض الوقت. إذن يعني هذه الغارات المتتالية لم تتوقف بين الجنوب والبقاع أيضا، حيث شهد أيضا البقاع استهدافات إسرائيلية. جوزيفين، يعني هذه أبرز الاستهدافات لغاية الآن والتي لم تتوقف اليوم على الجنوب اللبناني، ولا سيما البلدات في صور وقضاء صور وغيرها من الأقضية وصولا إلى صيدا وأيضا مرجعيون بنت جبيل، مختلف البلدات الجنوبية وصولا إلى العمق. جوزيفين. نعم، شكرا لك مجددا جاسانت. كنت عم بتقلي شيء كتير مهم، أنه مجلس الأمن وأنه لغى الرئيس ميقات زيارته لمجلس الأمن بسبب الظروف الطارئة. في كلام اليوم أنه لدريان واصل على لبنان اليوم رغم كل شيء. اسمعني شوي، بغض النظر عن قصدي ما بعرف شو ممكن يكون حامل إيه. يعني
كل المعلومات تشير إلى أن لودريان بعده عم بيقول في نافذة دبلوماسية سيحاول الوصول منها إلى إمكانية حل وسيقدم تقرير إلى الرئيس الفرنسي ماكرون يلي بده يروح يحاول يعمل خرق بنيويورك. هذا اللي كنت بدي أوصل لك عليه، أنه اليوم أنتوا كنتوا عم بتناقشوا مع الرئيس بري بجلسة نيويورك إذا كانت ممكن تحمل شيء حل للنزاع بالمنطقة. مش حل للنزاع، كنا عم نحكي، كان الكلام عن أنه لبنان سيكون له كلمة بهذا، كان في رهان على أنه يطلعوا شيء من مجلس الأمن. صراحة لا لا نكون واضحين. اثنين، زيارة لودريان كمان هي وحدة يمكن من الفرص اللي الأطراف السياسية اللبنانية ممكن تحمل هذا الموفد الفرنسي، تحمله موقف ما ورأي ما بال وطبعا على الأرجح أنه يلتقي يعني الرئيس وليد جنبلاط والأستاذ تيمور جنبلاط. سيلتقي كل القوى السياسية بما فيها حزب الله. نعم، فشو ممكن انه يلعب دور ما بعرف بصراحة، يعني قديش ممكن الامريكي او الاسرائيلي يركن انه يسمح له يلعب دور يعني بهالجو، بعدين من هون ليجي ويحمل الرسائل ويروح، يعني بنكون دخلنا يمكن بشي اسبوع من هاي الموجة اللي نحن عم نشوفها. نعم، فبالتالي او بيكون في قرار كبير على مستوى العالم تحديدا عند الولايات المتحدة الامريكية بوقف هذه الحرب، بوقف هذه الحرب واطلاق مسار من يعني المفاوضات الجدية لحل ما، واما واضح انه هذا السياق العسكري التدميري بهذا الشكل مكمل. طيب يعني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل وتعلن مثلا تضغط لوقف هذه الحرب، ألا يفرض ذلك على لبنان الإعلان أيضا كمان أن يخرج ليعلن أنه استعداده لتطبيق 1701؟ ما لبنان أعلن استعداده لتطبيق 1701 شرط؟ طيب بشرط، ما هي مش قصة بشرط، ما أنت بالأساس يا الله يخليك لو سمحت، في ورقة الحكومة اللي والله أنا معك في ورقة عملت خطة طريق لتطبيق 1701 بس بلشتها بشو؟ بربط جبهة الجنوب بغزة، صح ولا لا؟ خليني أقول لبنان أولا 1701 السؤال الأساسي هل طبق من قبل إسرائيل؟ عم نحكي عن 20 سنة اللي مضوا. أوكي لا. أوكي لا. طيب طلع حدا من الأشاوس اللي هلأ عم بيحكوا بهذا المنطق اللي حضرتك عم تفضلي فيه. أنا بعرف إنه أنت محامية الشيطان على الأقل هلأ. نعم. بدي افترض هودي اللي عم بيحكوا شي مرة سألوها لإسرائيل عن 1701 ليش ما تطبق؟ هلأ عم ينحكى أنه تطبق 1701 من الجهتين، انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، هيدي اللي كان بإطار الفروقات الجوية ما بلا يا جوزفين، هذا اللي كان مطروح بكل الجولات اللي عملها هوكشتاين. كل الجولات اللي عملها هاي الأفكار اللي كانت عم تنطرح وهذا النقاش اللي كان عم ينطرح. طيب كمان ما بيحق له يعني لا لبنان ولا المواطن اللبناني أو حتى المواطن العربي يعني يسأل كمان هالمجتمع الدولي ليش عم بي يعني هالمجزرة المفتوحة بغزة بهذا الشكل، كمان يعني بطل فيه حتى الحس الإنساني بطل موجود لحدا يسأل. نقطة الثالثة أنا رح ناقشك بلا مش عم نقول هذا الشيء طبعا، رح ناقشك طبعا مرفوض هذا الأمر، نحن مش عم نقول أنه اللي عم بيصير بغزة بس نحن اللي عم نقوله في بعض اللبنانيين عم بيقولوا يا أستاذ ظافر والله واصلك لإلها أنه أنت بعض عم بيقول نحن شو دخلنا، خلينا نحيد أنفسنا، هذا المنطق القديم الجديد مش شو دخلنا، رح أقول لك شو عم بيقولوا. عم بيقولوا نحن مع غزة قلبا وقالبا ولكن أن تتحول بيروت إلى غزة ثانية فهذا كثير. أنا بس لقلك شغلة، هذا الكلام أنا برأيي كلام لا يمت لا للتاريخ ولا للحاضر ولا للمستقبل بصلة. إذا كل اللبنانيين قاطبة بما فيهم حزب الله بياخذوا قرار يحيدوا لبنان عن هذا الصراع العربي الإسرائيلي، ما بيقدروا لأنه في واقع عندك في 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 تاريخ، في واقع، في تاريخ، في جغرافيا، ما بتقدر تحيدي لبنان عن هذا الصراع. القضية الفلسطينية قد ما تبعدي عنا بدها تضل حاضرة فيكي، شئتي أم أبيتي، شاءوا أم أبوا، اقتنعوا أو ما اقتنعوا، كل ما يجري اليوم لفصل هذه المجتمعات عن القضية الفلسطينية بلحظة رجع بيّن أن القضية الفلسطينية تبقى هي القضية الأساس. نعم. وكل ما يدور في المنطقة هو محور هذه القضية، إما أن هذا الشعب الفلسطيني يحصل على حقه اللي هو بيقبل فيه، وإما
هذه القضية ستبقى حاضرة وهذا الصراع سيبقى مستمر، مش مع حزب الله ما حدا غير حزب الله، مش مع حماس ما حدا غير حماس. هاي حقيقة تاريخية، هاي مش قصة والله أنا باخد قرار سياسي نائب بيقعد بنظر لي على التلفزيون عن حياد لبنان، مش أنا باخده هذا القرار، هذا مش قرار سياسي باخده. مش قرار بتاخده الحكومة اللبنانية، هيدي مش صحيح. مش صحيح. ما نحن حملنا فكرة جوزيفين عدم تحميل لبنان أعباء لا صح. يتحملها صح. وحكينا فيها أنتم من الأول كنتوا عندكم هذه وحكينا فيها مرارا وتكرارا هذه المسألة. لكن بيرجع بيثبت الواقع القائم بما يتعلق بالقضية الفلسطينية أنه هذا الأمر مش 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 مسألة خطاب وشعار، مش مسألة خطاب وشعار. بقتنع والله ما بقتنع، ما فيش حدا ما بيحبش يعيش بسلام وباستقرار وبهدوء وما يشوفش هذا المشهد. شو يعني ما انا عم بحكيكي واهل ضيعتي عم بيتهجروا اليوم، مش انه والله عم بحكي وانه انا يعني مبسوط باللي عم بيصير، مش هيك المساله، مش هيك. وبالتالي في حقيقه تاريخيه بده يعني يرجع اللي بده يحكي بالقضايا، ما بيحكوني بقضايا حقوق الانسان، ما فيش قضيه حقوق انسان فيك تحكيني فيها ولا تجادلني فيها ولا تنظر علي فيها إذا أنت مش مع القضية الفلسطينية. ما فيك يا حبيبي بس لو ببيتك ولو بمجتمعك أوكي. ولو بتقلي هذا بلدي ودولتي بس أنا مقتنع بس ما فيك ما فيك ما هيدي قضية قضية النقطة. شعب مسلوب حقه يا أستاذ ظافر أنا ما عم ناقشك بهذا الموضوع لا يعني كيف ما عم تناقشيني ما هذا الأساس لا حضرتك هلأ عم تتوجه للناس يلي عم بيقولوا لك أنه نحن ما بدنا حرب بلبنان وكأنه هني مش مع القضية الفلسطينية وهذا أمر لا يجوز أنا مش عبول وهذا أمر لا لانه عم بتقول انه انا عم ناقش فكره يا جوزيف ما تقوليني شيء ما قلته انا مش حضرتك عم بتقول يا بتجمعوا بين غزه ولبنان يا انتم مش مع القضيه الفلسطينيه انا عم بقول الفصل غير ممكن لو لو كلنا بنتفق نفصل هذا اللي عم بقوله انا عم بقول اذا كل اللبنانيين بيجمعوا شعبا وقاده وقوى سياسيه واللي بدك اياه انه يحايدوا لبنان على الموضوع الفلسطيني مش رح يقدروا هاي القضيه هي اللي بدها تحضر لعندك هي اللي بدها تأثر عليكي وهي اللي بضل متحكمة بمسار الأمور بالشرق الأوسط طالما هذا الشعب عنده حق ومسلوب أرضه منه ما حدا عم بيطلع بحق هذا الشعب أنا أسمح لي أحكي بلسان اللبنانيين اللي عم يسمعونا أوكي أو يمكن في ناس من طبعا أنا مش عم بجمول في كتير في كتير ناس من رأيك وفي كتير ناس مش من رأيك بس اليوم مثلا بيسألوا إذا دول الطوق مثلا لماذا سوريا لا تقوم بنفس الأمر لماذا الأردن لا يقوم بنفس الأمر لماذا مصر لا تقوم بنفس الأمر أنا رح وأنا رح أقلك أكثر رح أسألك سؤال الأردن حدودها الضفة الغربية مصر حدودها غزة سوريا حدود الجولان أنا حتى هاي الدول اللي عم تحكي أنه هي محايدة نفسها مش عم تقولي هي محايدة نفسها هي فعليا محايدة هاي الدول ما شفنا شو عم بيصير بالأردن ما شفنا شو عم بيصير تبعتي نتائج انتخابات الأردن شفت العملية اللي صارت على حدود الأردن طيب بمصر هل فعلا قادر مصر تعزل حالها كليا عن هالموضوع وإذا مش عم بيصير عمل عسكري من هالدول قادرين يعزلوا حالهم كليا قادرين يعزلوا حالهم قدر المستطاع لا. بس انه لبنان هو الوحيد اذا بدك اللي هو منخرط في هذه الحرب يعني اليوم هذا اللي عملك اياه انه اليوم في مجموعه من اللبنانيين هي مع حق الدوله الفلسطينيه مع حق الفلسطينيين في ارض تعترف طبعا بهذا الاحتلال الاسرائيلي لدوله فلسطين ولكن تطلب اليوم انه خليني اكون واضح انا معك يا سيدي ان يكون لبنان على قد امكانياته في هذه الحرب انا مش عم بدعي لانه لبنان هو يحمل اوزار القضيه الفلسطينيه وحيدا انا مش هذا اللي عم بدعي له بس انا عم بقول هيدي الدعوه اللي البعض عم بيحملها بانه نحن يعني نحيد انفسنا عن هالامر ونتعاطى بما يتعلق فينا اولا نحن موضوع جنوب لبنان ما انتهى مع الاسرائيلي قبل الموضوع الفلسطيني صح موضوع جنوب لبنان كليا ما انتهى معه هيدي نقطه النقطه الثانيه برجع بقول لك وبكرر لك اذا انت قلتي انا ما بدي اتعاطى ونحن تعرفي انه كان عندنا خطاب واضح بفتره من الفترات انه النضال الفلسطيني داخل فلسطين هو الأكثر فعلا وتأثيرا بالنسبة للقضية الفلسطينية من أن يكون عبر أي دولة أخرى سواء لبنان أو غير لبنان ولكن أنت ما فيك بعد كل اللي عملته إسرائيل
من اتفاق أوسلو إلى الآن بما يتعلق بالدولة الفلسطينية المستقلة، بموضوع حصار غزة. شوفي هلأ شو عم بيصير بالضفة، حصار غزة على مدى عشرات العشرات السنين اللي خلى الفلسطيني يقوم بما قام فيه بطوفان الأقصى، بدها ترجع القضية الفلسطينية تحضر كأولوية. نعم. بدها ترجع تحضر كأولوية، وبدك تكوني جزء من هاي العملية شئتي أم أبيتي، مش بقرار برجع بقلك لا حكومي ولا سياسي هذا الأمر. فبالتالي إذا بدنا نحكي بأساس ما يجري، في أساسه هذا الصراع العربي الإسرائيلي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واللي نقطته المركزية القضية الفلسطينية. بتبلشي بالحل من هونيك، بتبلش الحلول الأخرى اللي الشباب عم بيطالبوا فيها. نعم. طيب نحن بدنا نختم وبدي أشكرك جزيلا أستاذ ظافر ناصر، وطبعا نتمنى السلامة للجميع، كل أهل جنوب، كل أهل القرى التي تتعرض لهذه الغارات الإسرائيلية، نتمنى السلامة للجميع، ونقدم التعازي للعائلات التي خسرت ذويها. هلأ لحد الساعة الأرقام تقول أنه في 100 شهيد وعدد كبير من الجرحى، وطبعا المستشفيات فتحت أبوابها وسيارات الإسعاف تحاول أنه يعني أن تساعد الجرحى. مجددا يعني نتمنى السلامة للجميع، سنرافقكم في هذا العدوان الإسرائيلي الكبير على الجنوب اللبناني وعلى كل قراه وصولا إلى الصيدا. بدي انتقل مباشرة لزميلنا محمد فرحات يلي كمان رح يطلعنا على المستجدات عنده، وبدي يودع ضيفي، وبدنا ننتقل مباشرة من بعد محمد للنشرة الإخبارية مع زميلتنا تيما زلزلي. محمد، بالفعل لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على عدد من البلدات الجنوبية اللبنانية. نحن نتحدث عن عشرات ويمكن القول مئات الغارات في منذ ساعات الصباح الأولى وعلى حتى هذه اللحظة. في اللحظات والدقائق الماضية جدد الطيران الحربي المعادي استهدافاته للعديد من البلدات في أقضية النبطية والزهراني وصور وبنت جبيل وأقليم التفاح، من بين البلدات التي تم استهدافها في الفترة الماضية العديد من البلدات، لا سيما كفر حتى إضافة إلى عيترون وواد ميري في قضاء النبطية وكفر ملكي بإقليم التفاح. اللافت أنه وحتى هذه اللحظات لا تزال أعمال رفع الأنقاض أو حتى وصول الفرق الإسعافية إلى الجنوب مستمرة، حيث يعني هناك حاجة لتوجه فرق إسعاف باتجاه مختلف البلدات، خصوصا تلك البلدات التي تجددت فيها الغارات في الفترة الماضية والتي تعاني في هذه اللحظات من نقص في الأجهزة الطبية، إن كان من المسعفين أو حتى من الممرضين. فعلى سبيل المثال كوثرية الرز والزريرية تطلب يعني حضور مسعفين أو حتى ممرضين إلى المراكز الطبية، حيث تم نقل عدد من الإصابات باتجاه تلك البلدتين. وبالتالي اذا يعني ان كان هناك احد يسمعنا وقادر على الوصول الى هاتين البلدتين، يرجى التوجه لهناك لتوجيه الاسعافات اللازمه لجرحى كثر سقطوا في معظم او في كثير من البلدات. كذلك واثناء هذه الهجمات لا تزال الطرق المؤديه من الجنوب باتجاه بيروت تشهد زحمه سير خانقه، حيث يعني إلى حد ما يتوقف السير عند الطريق الساحلي في مدينة صيدا الذي يربط الجنوب ببيروت. كذلك نحن نتحدث عن استمرار أعمال رفع الأنقاض في بلدة حروف في النبطية، حيث تم قصف عدد من الأبنية السكنية، ومن المرجح أن يكون هناك أشخاص داخل هذه الأبنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء والغارات، خصوصا أن وزارة الصحة في آخر بيان صدر عنها
منها أكدت أنه وفي حصيلة أخرى ثانية صادرة لهذا اليوم بعد هذه الهجمات الإسرائيلية سقوط 100 شهيد حتى هذه اللحظة وما يزيد عن 400 جريح، ومن بين الشهداء والجرحى نساء وأطفال وحتى مسعفون، وذلك بسبب أن الدفعة الأولى من الغارات كانت قد توجهت الإسعافات مباشرة إلى مكان الغارات، ولكن عادت وغارت الطائرات الحربية باتجاه هذه المناطق. في هذه اللحظات رشقة صاروخية تطلق من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، صفارات الأنذار تدوي في الجليل الأعلى، في ديشون، في يفتاح، في المالكية مقابل عيترون، في راموت نفتالي مقابل بليدة وغيرها أيضا، وبعض المستوطنات القريبة من الجولان السوري المحتل. إذن صفارات الأنذار تطلق بشكل متواصل الآن حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة العملية سنعود في تفاصيل أكثر في نشرة الأخبار.